وبركاته، معكم أيمن من موقع جولة حياتك. أنا معاكم النهاردة علشان نشرح طريقة إعادة ضبط المصنع لتابلت لينوفو اللي هو بدأ ينتشر في السوق مؤخرا، وهو واحد من التابلتس اللي مواصفاتها معقولة جدا، وفي 2 سيم كارد وبيقبل تركيب ميموري خارجية من تصنيع شركة لينوفو المشهورة بتصنيع أجهزة اللابتوب. تابلت لينوفو ساعات بيحصل معايا نفس مشكلة أجهزة أندرويد المشهورة، وهي دخول الباترن أو النمط اللي بيكون مرسوم على الشاشة أكتر من مرة غلط، وفي الحالة ديت بنحتاج إن احنا نعمل إعادة ضبط المصنع للجهاز. إعادة ضبط المصنع لتابلت لينوفو هنحتاج إن احنا ندخل على وضعية شبيهة بوضعية الريكفري في تليفونات سامسونج، واللي من خلالها هنقدر نعمل إعادة ضبط المصنع للتليفون. إعادة ضبط المصنع لتابلت لينوفو هتكون عن طريق الضغط على الزرار اللي بيرفع الصوت زائد زرار الباور بشكل متزامن. نضغط على زرار رفع الصوت زائد زرار رفع زائد زرار تشغيل اللي هو الباور بشكل متزامن لحد ما تظهر الشاشة ديت. نشيل ايدينا من على زرار الباور، هيدخل معانا على شاشة شبيهة بشاشة الريكفري اللي بتبقى على تليفونات سامسونج. التحرك هيكون بزرار خفض الصوت لحد ما نوصل على كلير اي ام ام سي. الاختيار اللي هنختاره اسمه كلير اي ام ام سي، والتأكيد بيكون بالضغط على زرار رفع الصوت. هندوس عليها هيبدأ يعمل كليرنج للداتا، وبعدها يعمل إعادة تشغيل التابلت. هيفتح التابلت كانه أول مرة يشتغل، وتقدر تدخل عليه الأكاونت بتاع جوجل بتاعك من جديد وتعمل إعداد للتليفون من جديد. أحب أنبه أي حد هينفذ الخطوات ديت لازم يكون عارف إن كل الداتا اللي متسجلة على التابلت من برامج وألعاب ومعلومات خاصة سواء أرقام ناس مسجلة أو رسائل، كل الحاجات دي هيتم محوها بشكل كامل، وهيتم إعادة التابلت الى وضع ضبط المصنع مرة تانية. ما ننساش نعمل سبسكرايب لقناة جوالك حياتك، ونعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك، وزوروا موقعنا ومنتدياتنا www.جوالكحياتك.com. نشوفكم في الشرح الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.